جديد لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بطوله جديده بنبارك طبعا لمعالي الوزير العمري فاروق، تنظيم رائع كالعاده للنادي الاهلي السيدات والرجال، والتتويج كمان كان رائع جدا رغم الاصابات اللي جت عندنا. حابب تقول يا عمري بيه للجمهور والمنظمين وعلى البطوله الرائعه دي؟ اول مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره، بشكر الحقيقه كل الجماهير اللي اثرتنا النهارده، مبروك للعيبه الحقيقه اللي تحملت الاصابات، مبروك للجهاز الفني، بطوله مميزه، مبروك لزملاء الحقيقه اللي نظموا البطوله كلهم، محمد الجارحي ومحمد الضماطي، الحقيقه بشكر كل الناس اللي ساهمت، مبروك لكل العاملين اللي في النادي الاهلي، والف الف مليون مبروك. رسالتك ايه لكل اللعيبه المميزه والرجاله دي يا عمرو بيه؟ والله الحمد لله، هو دايما النادي الاهلي كده. يمكن احنا كنا لسه النهارده بنتكلم في ان اخر احصائيه عاملينها الشهر اللي فات 25 بطوله في شهر مارس بس، واعتقد الحمد لله لعيبه الاهلي دايما رجاله، والف الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبير، الف مبروك ميسي ربنا يكرمك. مبارك من جديد يا كابتن هيثم لكل نجوم فريق النادي الاهلي، انضم لي كمان في